اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة وليس داخلا تحت نهي منه صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أفهم أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، لا، بل قيدها بقوله عليه الصلاة والسلام ما ليس منه ليبين لنا أن المحدث إن كان منه أي موافقا للشرع فهو مشروع، وإن لم يكن منه أي لم يكن موافقا للشرع فهو ممنوع. ولما كان عمل المولد أمرا مشروعا بالدليل النقلي من القرآن والسنة ثبت أنه ليس بمردود، والحديث رواه الشيخان.